بعد إلغاء وزارة الصحة الإلزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة أيضاً، يتنفس المواطنون السعداء بعد أكثر من عام على جائحة كورونا التي سلبت مظاهر الحياة في البلاد. أول شغلة صرنا نعرف مين بيسلم علينا، يعني مرحبا كيف الحال بالأول، إيه والله مش عارف أختي كم الكمامة. اليوم صارت حياة حلوة إنه نعرف مين بيسلم علينا مين بيسلمش علينا. ثانياً ترجع الحياة بتشعريها طبيعية، الأعراس عم ترجع، الشغل شوي شوي عم بيعود، الناس عم ترتاح نفسيا اكثر. قرار الغاء مش مزبوط لانه بعد فيه بالعالم كلياته، فهذا إشي خطر. بيجي من الصين، بيجي عمالنا اشوف افريقيه كثير بالناصري او اوروبيين، بيجوا يهود بيجوا، ما بتعرفيش اذا هو في معهم هذا المرض واحنا ننعد كمان مره، هذا إشي صعب. يعني اللي كانت مجهوله صعبه من جميع النواحي، من جميع النواحي سلبيه، فإنه الواحد يشوف الإشي رجع الحياة لطبيعتها، الناس بلشت تطلع، الناس بدون الأشياء الزوايد هاي، الكمامات والخوف والرعب والأشياء اللي تعمل تباعد بين الناس، فأنا مبسوط. يأتي قرار وزارة الصحة بإلغاء الكمامات باستثناء الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم أو سبقت إصابتهم بالفيروس، بالإضافة إلى العاملين أو الزائرين لمؤسسات رعاية كبار السن، وذلك لضمان عدم انتشار العدوى والعودة مرة أخرى للتقييدات المشددة التي ضيقت الخناق على المواطنين. كل شيء بصير أحسن، صار الواحد يشوف الثاني، يقرب على الثاني، يسلم عليه، بطلت الحياة بعيدة، يعني شوي شوي إن شاء الله يعني بيكون كل شيء للأحسن، والناس تفتح بوجهها الأشغال، ينكام الوباء عن كل الناس. الإنسان وأنا خايف كيف بحكوا إنه إذا بحاولوش يهتموا أكثر على البعد فبترجع الحالة مثل ما هي. صار في حرية أكثر للناس في تجوالها بين المصالح التجارية وطلعاتهم ونزلاتهم، وصار في أقل خوف من إنه يأخذوا غرامات على الموضوع كونه صار مسموح أنه يتجول بدون كمامة، وهذا الإشي صار أكثر مريح وأكثر يعني أعطاهم حرية للتحرك. يشعر المواطنون اليوم بأن مرحلة التعافي الاجتماعي من الفيروس قد بدأت بعد افتتاح صالات الأعراس والمطاعم والمجمعات التجارية، حيث كان للفيروس ضرراً بالغاً على حياة الناس، فقد منع التقارب الاجتماعي مع فرض القيود المشددة أيضاً.